هاي البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. الوغ كيف ما كتشوفوا العنوان وكيف ما شفتوا حتى في المينياتور، بالنسبه للفيديو ديالنا ديال اليوم غادي يكون عباره على مشتريات ديالي من جوطيه، حيت عارفاكم كتحمقوا على هذه الانواع ديال الفيديو. بصراحه حتى انا كيعجبوني، ولكن شكون اللي كيستافد منهم اكثر هما نتوما، حيت كتعرفوا زعما فين كاين جوطيه وكتعرفوا حتى الهميزات فيهم، باش هكا ما تقلبوش كيفاش تاخذوا شي حوايج من جديد اللي كيكونوا غاليين بزاف. راه تقدروا تلقاهم غير في جوطيه وكيكونوا باثمنه اللي ناقصين بزاف بزاف بزاف، حيت كاينين بزاف البنات اللي كيجيو كيقولوا لي راني هذيك الحاجه انت اللي خديتيها من جوطيه، حنا راه خديناها جديده هباش هباش هباش، وكيكون واحد الثمن اللي خيالي. انا ماشي كنقول لكم ما تاخذوش من جديد، ولكن جديد خذوا منه شي حاجه اللي عارفين راسكم ما غتلقاوهاش في الجوطيه، ولا عارفين راسكم يعني قليل في كطيحوا فيها في الجوطيه، حيت راكم عارفين الجوطيه حتى هي غير ميزات، مره تلقاو فيها مره ما تلقاوش فيها. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني بزاف على السيد اللي كناخذ منه حوايج ديال الجوطيه ديالي، انا ديجا درت لكم فيديو عنده، ديجا وريتكم زعما المحل ديالو فين جا، وان شاء الله غادي نعاود نمشي لعندو، حيت غير ما كتبش البنات نمشي فوق ما كنقول غنمشي غنمشي ما كنمشيش، وان شاء الله ملي غنمشي غندير لكم فيديو غادي نعاود نصور لكم، حيت كاينين بزاف البنات اللي يعني ما عارفوش البلاصه وما عارفينش يعني بزاف البلايص في مدينه بكناس، داكشي علاش نعاود نمشي وغادي نعاود ندير لكم فيديو عندو. بالنسبه للمشتريات اللي خديت من عندو هاد المره هادي، صراحه كلهم زوينين، الاسمنه ديالهم جد مناسبه، شحال من حاجه كنت غادي ناخذها من هاد الشيء هذا جديده كنت غادي نتقول فيها، ولكن راكم عارفين كل مره وكتلقاو الهميزات ماشي كتلقاو كلشي في دقه واحده، خصكم ضروري تقلبوا وتبقاو تمشيو ديما باش هكا تلقاو شي حاجه اللي كتكون زعما زوينه ونقيه، راكم عارفين حيت حتى الجوطيه راه كلشي تبلا بها يعني بلا كذب كلشي كيمشي لها، وشحال من وحده كتمشي كتاخذ داكشي واعر واعر واعر. وكاينه بزاف البنات اللي ما كيتيقوش بلي كناخذ من الجوطيه، لا البنات راه كناخذ غير من الجوطيه، يعني الا كانت الحاجه جديده راه كنشاركها معكم جديده، كانت قديمه كنشاركها معكم قديمه. وكاينه اول حاجه خديتها من الجوطيه هي هذا المونطو، هذا المونطو هذا بصراحه البنات شنو نقول لكم، كنت غادي نحماق باش نلقاه جديد، ما كنتش كاع كنلقاه، وتا لقيتو كنلقاه بواحد الاثمنه اللي يعني خياليه، كتكون طالعه 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 بزاف بزاف بزاف. وهذا لقاتو ليا ماما في جوطيه، هي اللي لقاتو وجابتو ليا. بصراحه ماما كتعرف الطوق ديالي وداكشي، ويعني كتعرف شنو كيعجبني وشنو ما كيعجبنيش، الله يخليها ليا والله يخلي الجميع يعني والديه، هو اللي ميت الله يرحمها له في هذا النار هذا. بالنسبه لهذا المونطو البنات بصراحه غزال 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 بزاف بزاف، كيجي بحال هكا، انا راني ديجا حددته وصبنته وداكشي راكم عارفين، يعني ضروري كتلقاو الحاجه مكمشه وكتلقاوها موسخه عادي، هذاك امر عادي حيت راكم عارفين الجوطيه خصكم ضروري تصبنوا الحوايج باش يلاه كيبانوا، وضروري تضربوا لهم شي تحديده، راكم عارفين تخسروا عليه شي 5 دراهم ولا 15 درهم ما دات ما جابت. هذا كيف ما كتشوفوا بصراحه زويون بزاف، شوفوا لي ديطاي ديالو كيفاش داير، بصراحه غزال 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 البنات، كيجي فنيون في البيزا، كيجيو فيه هاد السميطات هادو، كيجي بحال هكا، وحتى هو راه فيه السمطه هي هادي. ان شاء الله راه غادي تشوفوا كيفاش كيجي ملبوس، حيت نقيسوا لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي، ما كاينش ما احسن من الحاجه تشوفوها ملبوسه باش عاد كيبان زعما الستيل ديالها وداك الشيء. بصراحه كيجي زويون في البيسه، كيجي طويل، وحتى اللوين ديالو البنات خطير خطير. بالنسبه لاطاي اللي خديت في هذا البنات، خديت فيه لاطاي ام، ماما هي اللي لقاتو ليا كي قلت لكم، ومنين جابتو للدار وداك الشيء قيستو جاني هو هذاك، يعني انا نورمالمون كنلبس الالف زعما في جواكت وداك الشيء، وهذا منين جابت ليا فيه الام جاني هو هذاك. بصراحه زويون وما فيه حتى شي حاجه، ما مقطع ما حتى شي حاجه، يعني كله زويون. خصكم تحافظوا على الحاجه ضروري تعلق وداك الشيء راكم عارفين، خصوصا هذا النوع هذا ديال لي مونطو خصو ضروري يتعلق، بصراحه فنيون. بالنسبه للثمن ديال هذا المونطو البنات، هذا الثمن ديالو 100 درهم، كاين البنات اللي غيعجبهم كاين البنات اللي ما غاديش يعجبهم، راكم عارفين كل واحد والذوق ديالو، كنحترم جميع الاذواق، يعني الاذواق تختلف والاراء تختلف، وانا بصراحه عجبني بصراحه كيجي فنيون في البيزه، وبيان سور حتى يتلبس عاد كيبان بصراحه فنيون. هاد السميطه هادي يمكن لكم تخليوها، يمكن لكم تحيدوها، يمكن لكم تحزموه، يمكن لكم تخليوه محلول، يعني كيف ما بغيتوا ديروا له كديروا له، يمكن له تلبس مع صبيبيط مع سبرديله مع شي زعما شي بروتكان ولا شي حاجه غادي يجي واعر في البيزه، وحتى الثمن ديالو جد مناسب. انا البنات كنت لقيته جديد كيدير ب 400 درهم، وكنت لقيته عاوتاني في واحد لو سيت كيتباع ب 300 درهم، وبصراحة لا علاقة يعني غير عاديين، ديال الجوطية كيكونوا يعني دي مارك كيكونوا زويونين، وكتكون حتى الكاليتي ديالهم زوينة، يعني اللهم 100 درهم ولا 400 درهم ولا 300 درهم راه كاين فرق كبير. وكاينة تاني حاجة هو هاد السريويل هذا،
هذا البنات سروال كولون ديال زارا صراحة فن فن كيحمق. شوفوا كي تموج هو كيبان كحل، ولكن هو راه فيه الكري وفيه الكحل وفيه حتى الزرق وفيه حتى البلوماغين، فيه ثلاثه ديال الالوان واربعه ديال الالوان اللي فيه. بصراحه واعره البنات، هذا حتى هو كيجي مع كل شيء، مع السبرديلات، مع لاكات، مع البرودكانات، مع اي حاجه بغيتو تلبسوه معها كيتلبس. فيه هاد السنيسله هذه هنايا بصراحه فن 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 البنات غزال. تصوروا هذا ما غاديش تلقاوه كاع كيتباع جديد، حتى لقيتو غتلقاوه يعني غالي. هذا البنات راه ديال زارا كيف ما كتشوفوا، يعني تقدروا تدخلوا السيت ديال زارا وتشوفوا الاسمنه ديالهم. انا بصراحه ما لقيتهمش كاع كيتباعوا جدادين، وما كاينينش كاع في السوق، يعني هادو قلالين كتلقاوهم قلالين في السوق. حتى لقيتوهم كتلقاو هادوك اللي كيكونوا الكاليتي ديالهم يعني عادي، راكم عارفين ما كاينش ما احسن من الجوطيه. كي كنقول لكم الكاليتي واعره، صبني وعاودي لبسي، صبني وعاودي تلبسي، وركي به، قراي به، خدمي به، ديري به اي حاجه، غادي يدوم لك، ماشي بحال هادوك ديال اللي كيكونوا جدادين دغيا كيتقطعوا. هذا البنات ديال الجلد بصراحه واعر 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 كيحمق. وهو هذا كيف ما كتشوفوا هكا كيجي من اللور، يعني البنات هادشي هذا كيكون قليل في السوق، ما كيكونش يعني مطلي ولا كلشي لابسهم. كي كنقول لكم حوايج الجوطيه ما كيكونوش مطليين، اللهم تخدم جوطيه ولا اللهم تخدم واحد الحاجه اللي كلشي واخد منها وكيكون كلشي مطلي بها. وتا الاسمنه كيكونوا يعني مناسبه. بالنسبه لهذا البنات، هذا خديته ب 50 درهم، مازال جديد 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 من هنايا، ما طايبش كيف ما كتشوفوا، ما طايب ما حتى شي حاجه ومازال جديد. راكم عارفين قلبوا عاودوا قلبوا، وبصراحه زويون يستاهل 50 درهم و واعر. كون كان في السيت ديال زارا، يعني كون تاخذوا شي وحده في السيت ديال زارا، راه غادي تاخذوا بشي 400 درهم ولا ولا 300 درهم ولا شي ثمن اللي كيكون طالع بزاف. كيجي هكا بالصديفه وكيجي بالسنيسله، يعني سروال كولون صراحه واعره البنات، وكيجي في اللبسه كيحمق. وعندنا ثالث حاجه هي هاد الجاكيطه هذه كيف ما كتشوفوا. هذا البنات راه كاين داك الستيل اللي كيكون يعني قصاور، وكاين هذا، انا عندي القصاوره خديتها وخديت حتى الطويله. هذا البنات بصراحه كتجي زويونه في اللبسه، كتجي طويله حتى لتحت بصراحه كتجي محترمه في اللبسه، يعني كتلبسوها مع اي حاجه. انا هذا البنات علاش خديتها، خديتها باش تصلح ليا لاصال، يعني ملي كنكون غدا لاصال خصني ضروري نلبس شي حاجه كتكون طويله، معكم عارفين الكولون وداك الشيء، خصني ضروري هكا شي حاجه اللي كتكون طويله. خديت هذه باش نبقى نمشي بها لاصال، بصراحه غادي تنفعني ديال بصح، حيت خفيفه ماشي شي جاكيطه اللي ثقيله، وكتجي زويونه هكا بالجويبات وبالسنيسله، يعني عاديه ماشي شي حاجه اللي تخو شارجي ولا هذه. ومن اللور هكا كتجي، كتجي سامبل في اللبسه وكتجي كتحمق في اللبسه. صراحه زويونه وحتى الكاليتي ديالها زوينه. هذه البنات هي لا مارك ديالها كيف ما كتشوفوا، بصراحه فنيونه البنات، وتا هي ما فيها حتى شي ضربه، ما مقشره، ما محروقه، ما والو. يعني راكم عارفين ميس بغيو تاخذوا شي حاجه من الجوطيه قلبوها مزيان 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 عاد خذوا. حتى لقيتوا فيها زعما شي تقطيعه من الداخل ولا هذه، يمكن لكم تصلحوها اما من برا، ملي كتكون مقشره من برا ولا مقطعه ولا شي حاجه صعيب طاح عليكم شي فكره، راكم عارفين. وبصراحه كتجي زويونه في اللبسه. بالنسبه لهذه البنات، هذه خديتها ب 60 درهم، حتى هي زويونه تستاهل حتى هي هاد الثمن، حيت البنات راه انا عزيز عليا التقلب، يعني كنعرف الحاجه اللي كتكون دايره في السوق الثمن ديالها، باش يلاه كنخدم الجوطيه وضروري ما مشاطره، ضروري مشاطره ضروري. اوكي رابع حاجه عندنا هي هاد السروال هذا، هذا البنات ديال العسكر. هذا البنات كاين البنات اللي غيعجبهم، كاين البنات اللي ما غيعجبهمش، ضروري الاذواق تختلف كي قلت لكم. وانا بصراحه عجبني، حيت هذا مش حاجه وانا كنقلب على هذا الستيل هذا. بالنسبه للبنات اللي كياخذوا من شيئين راه غيعرفوهم، كاينين في شيئين، في شيئين كيتباعوا باثمنه اللي خياليه طالعه بزاف، كيتباعوا 200 درهم 250 درهم على حسب كل مره وشنو، وكيتباعوا يعني كي قلت لكم الاثمنه ديالهم طالعه بزاف. هذا هو من اللور، وكيجي بصراحه حتى هو زويون في اللبسه. غير هو منين خديته البنات راكم عارفين، كنت خديته كان واسع واسع بزاف ديال بصح، عاد درت له هنايا لاستيك وجمعته شويه من هنايا، وجاني بصراحه في اللبسه زويون. حتى هو غادي نقيسو لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. هذا البنات راه كنظن بلي كانوا خرجوا من شحال هادي، وكانوا خرجوا يعني عاديه ما فيهمش هاد الجيوبه ولا هاد لي ديطاي هادو اللي هنايا. هذا البنات جاي مستيلي وجاي زويون، يعني كتكونوا لابسين شي حاجه اللي مميزه على الباقي، ماشي كلشي كيكون لابس واحد الحاجه. كي كنقول لكم حتى بالنسبه لتاخذوا في جوطيه خذوا شي حاجه اللي كتكون مميزه على الباقي، ماشي كلشي لابسها ولا ماشي بالضروره تكون هذيك الحاجه عند كلشي باش حنا عاد نمشيو ناخذوها. لبسوا شي حاجه اللي تكون ديالنا حنايا، حنا نصنعوها وحنا نخترعوها، وحنا كيكون ستيلنا الخاص، ما كيكونش كلشي مطلي به. هذا البنات انا متاكده كون شافتوا شي بنت غادي زعما تقول لك هذاك السروال ما ديتيش، واخا عطاوه ليا فابور، ولكن انا منين شفتو عجبني وعاد ديتو الخياط كي قلت لكم، وقديتو خسرت عليه واحد 20 درهم ما كاملاش، بلاستيك زعما بسانتره ليا بكلشي،
وبصراحه كيجي في اللبسه زويون وكيجي هكا سبور يعني مع السبر ديالها وهذا. واصلا انا كيعجبوني هاد السيلات هادو ديال السراول يعني كيجيو هكا زويونين. وبالنسبه للثمن ديال هذا البنات هذا الثمن ديالو كنت خديته واقيلا ب 50 درهم ولا 60 درهم ما بقيتش عاقله على الثمن ديالو اكزاكت ولكن كيتراوح ما بين هاد الجوج هادو. وكاين عندنا حتى هاد الجاكيطه هادي هاد البنات راه كنت ديجا تصورت بها بالنسبه للناس اللي عندي في انستغرام كنت صورت بها حتى على الكونف ستوري انا خليكم هنا باش تشوفوا كيفاش تجي في اللبسه. كانوا بزاف البنات اللي كانوا سولوني عليها وكانوا بصراحه حماقوا عليها حيت بصراحه فنيونه البنات شوفوا كيفاش دايره بصراحه فنه فنه فنه. هادو تقريبا دايرين بحال هادوك اللي كيكونوا كيتباعوا جدادين ديال السبور وداكشي. هاد البنات خديتها ب 60 درهم واقيله الا بقيت عاقله ب 60 درهم بصراحه كتجي فنيونه في اللبسه كيف ما كتشوفوا. هذه هي من اللور وبصراحه الستيل ديالها مختلف وفنه فنه فنه. فيها هنايا جوج ديال السنسلات هذه هي السنسله الاولانيه فيها هاد السنسله هذه على برا وفيها هاد الطقطاقات هادو بصراحه كتجي زويونه في اللبسه كتجي كتحمق فنيونه كتجي هكا بالجيوبه الجيوبه فيهم السنسلات حتى هما باش كتسد راكم عارفين. ومن الداخل مبطنه مبطنه ديال بصح ومن هنايا فيها الجيوبه هنايا فيها هاد الجيب هذا بحال دابا بغيتو تخشيو فيها شي حاجه ولا هذا راكم عارفين تخبعوا تما شي صرياف ولا شي حاجه باغيين تخبعوها السوارت ولا هادي. البنات اللي سولوني عليها في انستغرام هانتوما دابا عرفتوني منين خديتها وبصراحه زويونه يعني الجوطيه خصها غير تقلابو راكم عارفين. وبالنسبه للاطاي ديال هذا البنات هذه لاطاي ديالها الاس يعني كي كنقول لكم ديما حوايج الجوطيه حاولوا هكا واخا تشوفوا لاطاي صغيره عليكم ولا كبيره عليكم غير قيسوا راه تقدر تجي قدكم. يعني انا راه نورمالمون كنلبس الال في السراول وفي حتى الفوق في جواكت وتريكويات وداكشي وهذه فيها الاس وجاتني والمونطو فيه الام وجاني. كاينه اخر حاجه عندنا هي هاد بومبر جاكيت هذه هاد البنات كنت هضرت لكم عليها في واحد الفيديو وقلت لكم باللي هي خصها تكون من الاساسيات ديال اي بنت في الخزانه ديال البنات ولا هذا راكم عارفين سواء كنتي زعما تلميذه ولا طالبه كتصلح ديال بصح. هاد البنات كنت خديتها من شحال هذه في الجوطيه دابا تقريبا شي عامين ولكن بغيت نعاود نشاركها معكم باش نقول لكم ما تبقاوش تمشيو الجديد تاخذوهم حيت راهما البنات هادو كاينين في الجوطيه بزاف بزاف. كنت خديت هاد الكحله هادي من عند هاد السيد هذا اللي شاركت معكم هاد الشيء هذا وكنت خديت وحده اخرى في الزيتي راها عندي في الزيتي حتى هي بحال هكا غير هي كتجي شويه اوفر سايز بحال هكا حيت هما بومبر جاكيت كيجيو منفوخين شوفوا يديها قداش شتو يديها. وهذه يمكن ليا نقلبها دوفاس فيها هاد الفاس الليموني وفيها هاد الفاس هذا الكحل كيف ما كتشوفوا كتجي منفوخه في اللبسه. كاينين البنات حتى هما اللي تعجبهم كاينين اللي ما تعجبهمش ولكن الاغلبيه ديال البنات كنشوفهم كيقلبوا عليهم بزاف. كاينين هادوك اللي كيكونوا غير سامبل عاديين وكيكونوا هادو اللي كيجيو هكا اوفر سايز كيجيو فنيونين في اللبسه فيها هاد السنسله هادي هنايا. وهادو راه كانوا بشحال هادي اكثر يا تبقاو تشوفوهم عند دوك الرجال اللي كيكونوا شويه كبارين في العمر كيكونوا لابسينهم بزاف بزاف بزاف. مي كنت كنشوف اي راجل لابسه كنبقى نقول زعلات وما مين دبر على ديك الجاكيطه وهي راه غير في الجوطيه متواجده كاينين غا هما. بصراحه كتجي زويونه في اللبسه هادي كنت خديتها ب 50 درهم هذا هو ثمنهم في الجوطيه 50 درهم 30 درهم 40 درهم يعني هاد الاثمنه كاع على طرتو تقدروا تاخذوها ب 100 درهم. انا ديك الزيتيه ديالي كنت خديتها من الجوطيه هذيك ديال اش اند ام كنت خديتها مازال جديده خديتها ب 250 درهم مازال جديده 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 وكتجي اوفر سايز كتجي كتحمق في اللبسه. هذه البنات خديتها ب 50 درهم ها هي وكتجي حتى هي زويونه في اللبسه. وصافي البنات كانوا هادو هما المشتريات ديالنا كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم. كي كنقول لكم الاذواق تختلف كل واحد وذوقه كاينين البنات اللي غيعجبهم كاينين البنات اللي ما يعجبوهمش بطبيعه الحال كل واحد والستيل ديالو كل واحد وكيفاش كيعجبو يلبس. بالنسبه للبنات اللي عادي يعاودوا يسولوني على السيد اللي كنخدم منه فينجا نخلي لكم لا فيديو في صندوق الوصف وتما غادي تدخلوا غتلقاو السيد الاخراني كاع اللي وريتكم هو اللي خديت منه هذا الشيء هو اللي كنخدم منه حاليا حوايج كاملين ديالي ديال الجوطيه حيت الصراحه هو اللي كيجيب داك الشيء واعر 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 وحتى الاثمنه زعما مناسبه والتعامل ديالو هو ظريف بزاف وكينقص يعني غير سيروا عنده خذوا منه داك الشيء راه كيبيعوا غزال غزال غزال. وكي كنقول لكم خصكم غير تقلابوا ديما تمشيو. بالنسبه للبنات يمكن تبقاو تمشيو عنده هكا جوج المرات في السيمانه ولا مره في السيمانه اللهم بعدا تشريو واحد الحاجه اللي كتكون رخيصه ولا تشريو شي حاجه اللي كتكون غاليه وفي الاخر كديموضا. حوايج الجوطيه ما كيديموضاوش ويعني كيبقاو ضاربين مده يعني ما كيديموضاوش كاع كيف ما كتشوفوا بحال دابا هاد الجاكيطه هادي ديال بومبر جاكيت ما كديموضاش يعني تقريبا راه من الثمانينات ولا التسعينات وهي كيلبسوها ولحد الان مازال ما ديموضاتش وكلشي كيشريها. ما تنساوش تخليو ليا لي لايك ديالكم لي كومونتير ديالكم اللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك. قولوا ليا في لي كومونتير شنو هما انواع الفيديو اللي بغيتو تبقاو تشوفو من هنا لقدام وكنبغيكم بزاف بزاف. نتلاقاو في الفيديو الجاي بسلامه.